ينضم إلينا الآن عبر الهاتف العميد ركن واثق الحمداني قائد شرطة نينوى. مرحبا بك عميد ركن واثق. أهلا وسهلا أخي. أهلا وسهلا، حياكم الله. بداية، ما الذي تمت مناقشته مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع يوم أمس، وما هو أبرز ما خرج به الاجتماع؟ الحقيقة لقاء كان مع دولة رئيس الوزراء القائد عام القوات المسلحة لمناقشة سير المعارك والأمور اللي تخص الجانب العسكري وكذلك الجانب المدني لرعاية المواطنين وغيرهم. والحقيقة المؤتمر كان إن شاء الله مثمر، وستلاحظ نتائجه على الأرض بعد أيام قليلة إن شاء الله. معدتم قبل عدة أيام بافتتاح مراكز ومديريات الشرطة داخل أحياء الموصل المحررة، متى ستباشرون بذلك وما هي أهمية هذه الخطوة؟ الحقيقة احنا فتحنا مراكز ومديريات الشرطة في كل المناطق المحررة، بدءا من القيار والشورى وحمام العليل والحمدانية وبطلة وبعشيقة، وكذلك إن شاء الله يوم غد سنفتح مديرية أخرى أو ثلاث مديريات. نعم. النجدة ومكافحة الإجرام ومديرية الكرامة، وأنا الآن أتكلم معك من منطقة الزهور لأجل فتح أيضا إن شاء الله مديرية الشرطة فيها، لكي تقوم بأعمالها الشرطوية وكذلك تسجيل دعاوى المواطنين وحقوقهم إن شاء الله. نعم، في أي المناطق المحررة من الموصل تنتشر قطعات شرطة نينوى أيضا، وما هي المهام التي تنفذها تلك القوات؟ الحقيقة قطعات شرطة نينوى تنتشر في كل مكان من محافظة نينوى، ولكن الآن بعد تحرير بعض المناطق لدينا فوج في حي الانتصار وفي حي البكر وفي منطقة التآخي وكذلك في قرب التلفزيون، يعني محافظة تلفزيون نينوى تتواجد قطاعاتنا بالإضافة إلى فتح المديريات. المهام الكوكلية مهام قتالية وكذلك مهام المحافظة على بيوت الناس والمناطق من العبث ومن غيرها إن شاء الله. نعم، تمكنت قطاعات الشرطة من تدمير سيارة لداعش في مقبرة التلفزيون والقبض على عنصرين من داعش مفخخين بين النازحين يوم أمس، وأيضا ألقت القبض على اثنين آخرين اليوم أيضا. ما مدى تأثير الجهد الاستخباري في تعزيز العمل الشرطوي وكذلك تعاون المدنيين داخل المناطق المحررة؟ الحقيقة هنالك تعاون على مستوى عالي بين مع المواطنين، وكذلك الجهد الاستخباري موجود، وتمكنا والحقيقة يوم أمس وقبلها يوم أمس تم تدمير عجلة وإلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين، واليوم أيضا تم إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين. الحالة المميزة أنه قطاعاتنا بكونهم من أهالي الموصل ممكن أن يتعرفوا على الإرهابيين الذين يحاولون التملص مع النازحين بسهولة. هذه طبعا الصفة اللي تمتلكها شرطة نينوى، والآن قواتنا تقوم بهذا الواجب في مناطق اللي تواجد فيها. نعم، أيضا هنالك معلومات تفيد بوجود العديد من عناصر داعش وخلاياه النائمة في المناطق والأحياء التي تم تحريرها أيضا، ما هو دوركم أنتم كشرطة محلية في مراحقتهم والقبض عليهم وتنظيف تلك المناطق منهم؟ إن شاء الله في حالة تواجدنا الشيء نحن واجبنا أن نفتش، ومن خلال معلومات المواطنين عن المناطق التي تواجد فيها العدو إن شاء الله سنقوم بالقضاء عليه، لأن مستقبلنا وكل نهجنا أنه نبغي موصل نظيفة خالية من الإرهاب، وهذا الذي سيحصل إن شاء الله. نعم، أيضا تمكنت القوات الأمنية من تحرير ناحية تل عبطة قبل عدة أيام، ما هو دور الشرطة شرطة نينوى في تلك المنطقة، ومتى ستعيدون افتتاح مديريات ومقرات الشرطة هناك؟ نحن شرطة نينوى حينما تحرر أي منطقة وتندفع القطاعات الأخرى إلى الأمام نقوم بمسكها وفتح مراكز الشرطة فيها إن شاء الله خلال أيام. نعم، بمشيئة الله تعالى. إذن العميد ركن واثق الحمداني قائد شرطة نينوى أطلعتنا على آخر المستجدات الشرطوية أيضا وحول مسك الأرض في المناطق المحررة، شكرا جزيلا لك.